Once upon a time in ancient Egypt, lived a fabulous bird as large as an eagle, with brilliant scarlet and gold plumage and a melodious cry. It was called the Phoenix. The ancient Egyptians revered the Phoenix for its magical abilities in treating any disease with only its tears. But one day, this legendary creature disappeared as it flew away and never came back. And in 2021, during the outbreak of the coronavirus pandemic, our crew in Section 4 decided to go to space, to Jupiter, so maybe we can find a solution. Our spacecraft turned into a sudden malfunction, and we made an emergency landing on Jupiter, and our muscles were hurt. We were all surprised that there was a giant red bird lurking there, and the strangest thing was that it asked us about the reason for presence of humans there. We told it our story, and it suggested that we go back to the Earth, and that the cure is there without a doubt. It also offered to take us back after our vehicle broke down, and indeed, it brought us back here. We begged it to stay with us and treat all human diseases, but it refused, and guided us to plants that can treat the myalgia, and told us that we couldn't rely on meth, and that the treatment exists in nature. After leaving us a sample of its healing tears, it flew away and returned to space. اهلا وسهلا بيكم مع سيشن 4. احنا ان شاء الله هنحطكم معانا رحله كوكب جوبيتر. احنا في رحلتنا لكوكب جوبيتر كانت رحله شيقه جدا، انبسطنا جدا، بس في مشكله صغننا قبلها، الا وهي المايليجيا. ايه هي المايليجيا؟ المايليجيا هو وجع او الم في العضلات بيحصل نتيجه حاجتين. اول حاجه في منه تو تايبس. اول نوع هو وجع بسيط الجسم بيقدر يتغلب عليه، بيكون نتيجه المجهود الشاق زي الجيم او ان بذلت مجهود في حاجه. تاني نوع وهو وجع مستمر، وهي دي المشكله. ايه هي المشكله؟ ان هو وجع مستمر الجسم ما بيقدرش يتغلب عليه. ده نتيجه ايه؟ ده بيكون عرض مرتبط بمرض تاني زي الم في المفاصل او هشاشه العظام. ده الجسم ما بيقدرش يتغلب عليه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نخفف المه عن طريق ثلاث نباتات استخلصنا الاويلز بتاعتها. ايه النباتات اللي استخدمناها؟ هي المنتا والجينجر والفرانكسنس. المنتا استخلصنا الاويل بتاع ده الهربريوم بتاعها، استخلصنا الاويل بتاعها من الليفز، هي منتا بابريكا فاميلي لابيتي، ومعانا الفرانكسنس. الفرانكسنس استخلصنا الاويل من الريزن وهو بوزواليا كراتري فاميلي بيروسيريسي، وال الجينجر. الجينجر هو زنجبار اوفشنال فاميلي زنجبريسي، واستخلصنا الاويل بتاعه من الرايزومز. ليه 3 بلانتس دول بالذات اللي استخدمناهم؟ نتيجه ان هم ليهم انتي انفلاماتوري افكت، ليهم بين ريليف افكت، كمان في منهم ليه كاونتر ريتنت افكت زي المنتا والجينجر، بيزودوا البلاد فلو اللي جاي في السيركيوليشن في مكان الالم اللي موجود في المصل المعينه اللي وجعاني، فبيحسنوا البين او بيدوا احساس بريليف. بس عملنا منهم بريبريشنز كتيرة جدا هتكلمكم عنها دكتورة رضا. انا رضا محمد سيكشن 4، جايه النهارده اكلمكم على البريباريشنز اللي احنا حبينا نعملها في الكوكب الجديد بتاعنا. زي ما داليا كلمتكم على 3 مين فولاتايلز اويل اللي احنا بنستخدمهم، المنتول والفراكنسنس والجينجر. فاحنا حبينا نعملهم في لاينز مختلفه، كل لاين منهم هيكون واخد اسم امر من الكوكب الجديد اللي احنا موجودين فيه. فاول فولاتايل اويل اللي هو المنتول موجود في الجانيمت جل، فاحنا حبينا ان احنا نطبقه في ثلاث صور. اول صورتين منهم هيكونوا في الشكل سانيتايزر بحيث ان هو يكون معاهم الكحول، ونقدر الناس تتجنب بيه وتبقى يحصل لها وقايه من اي بريك داون جديد زي ما حصل في الكوكب بتاعنا. تاني صوره هي موجوده في صوره بامب بحيث ان هم يقدروا يطبقوه في البيت بتاعهم وان نيدت يعملوا له رابنج على الجلد بتاعهم، وباذن الله بيحصل الافكت بتاعها على طول. تاني فولاتايل اويل احنا حبينا نستخدمه هو الجينجر، وموجود في صوره اوينتمنت. حبينا نستخدم الاوينتمنت في الكاليستو اوينتمنت لان هو بيكون مور جريزي وبيتم تطبيقه على الجلد 3 مرات في اليوم، وبيدي الافكت بتاعه لمده اطول، ان هو بيحصل له ابزوربشن على الجلد مور سلولي عن اي بريباريشن تانيه.
بعد كده حبينا ان احنا نستخدم اللوشن في يوريبا لوشن، ويوريبا لوشن كان موجود فيه الجينجر، موجود فيه الكوكونات فراجرانس علشان يقدر الناس تستخدمه من غير ما يحسوا بالسترونج اودر بتاعه الفراجرانس بتاعه الجينجر. برضو بيقدروا يطبقوه 3 مرات في اليوم، وان يعني لما بيحصل لها ابلكيشن فبيقدروا ان هم يعملوها في شكل سيركولر موشن لحد ما الافكت بتاعه بيحصل. بعد كده حبينا نعمل مور كرييتيف لاينز، حبينا ان احنا نبتدي بالرول اون. الرول اون استخدمنا فيه ميكس ما بين الثلاثه فراجرانس، ده كان اي او رول اون ما بين سوري ما بين الميكس ما بين الثلاثه فولاتايل اويل، الفراكنسنس والمنسول والجينجر. بيقلل الويست بتاع الفولاتايل اويل، وكمان ما بيسيبش اي ستين، فبيقدر الناس بعدها انها تخرج بتخرج بيه. بعد كده حبينا ان احنا نعمل اي او رول اون بس يكون في حجم اصغر شويه، فطبقنا واحد منهم يكون في الجينجر والتاني سوري واحد منهم يكون في الفراكنسنس والتاني يكون في المنسول. بعد كده طبقنا الوايبس بحيث ان هي يقدروا يستخدموها اي وقت والنيدد، يعملوا رابنج على المكان اللي يكون فيه المايليجيا لحد ما يدي الافكت بتاعه، وهو كان ميكس ما بين الفولاتايل اويل الجينجر والمنسول، وكان معاها جليسرين علشان يدي ترطيب اكتر عند الاستخدام. اخر لاين احنا حبينا نكون سايبينه للاخر عشان هو فيه المور كرييتيف ايديا، وهو الليدا سبراي. الليدا سبراي هو بيجمع ما بين الفراكنسنس وبيجمع ما بين المغنيسيوم كلورايد. المغنيسيوم كلورايد كانت الميزه بتاعته ان هو بيدي فولس اويل افكت، ان هو بيعمل شكل جريزي بس هو مش اويل، وبيحصل له ابسوربشن جوه الجلد بتاعنا، وبيدي الايونز اللي هي المغنيسيوم اللي هي بتعوض النقص بتاع اي ايونز موجوده في الجسم، وفي الاخر بيتجلب على المايليجيا. اتمنى تكون البريبريشنز بتاعتنا عجبتكم. احنا حبينا ان احنا نعمل فيها تنويع بحيث ان هي تكون مناسبه للناس في الكوكب جديد، وهنكمل بقى مع داليا في الفلاير بتاعنا، واتمنى تكونوا عجبتكم البريبريشنز. وعشان رحلتنا المشتركه كانت مميزه، حبينا نوثق كل خطوه عملناها. احنا زي ما شفنا الهيبري موثقناه، ودلوقتي هنشوف الفلاير. ده الفلاير بتاعنا على شكل روكت، وثقنا فيه كل حاجه عملناه، الجينجر والمنتا والفرانكسنس. السورس بتاعه زي ما قلنا الجينجر كان زنجبيل بروفيشنال فاميلي زنجبريسي. اليوزز بتاعته كانتي انفلاماتوري انتي اوكسيدنت. البريبريشنز اللي رضوى كلمتنا عنها، وكذلك في المنتا والفرانكسنس. كمان وثقنا فيه اويرنس عن الفاكسين واهميه الفاكسينيشن في كوكب الارض. حبينا نوثق كل حاجه كمان من خلال الستوري بوك عملناه عن رحلتنا في كوكب جوبيتر، من اول ما سيبنا الارض لحد ما وصلنا المشتري، وايه العوائق اللي قابلتنا في الطريق، وايه الرحلة كانت عاملة ازاي. انا دينا هكلمكم عن الجي سي. في البداية عن اي جي سي، هو جهاز اسمه جاس كروماتوغرافي. ده جهاز مهم جدا عشان اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن اند سيباريشن للكومباوندز المختلفة الموجودة في الفولاتايل اويلز. احنا استخدمنا الجهاز ده عشان نتعرف على الكومبوننتس المختلفة الموجودة في واحد من الاويلز اللي احنا اخترناها، وهو الفرانكنسنس اويل. اخدنا الاويل وحقناه في جهاز الجي سي، وحصلنا منه على نتائج ممتازة قريبة من الرينجز الموجودة في مصادر موثوقة عن كل كومبوننت، وده بيأكد البيوريتي بتاعة الاويل. عرفنا ان الميجر كومبوننت هو الالفا باينين اللي موجود بنسبة 31%، هو عبارة عن مونوتربين مسؤول عن الاكتيفيتي بتاعة الاويل في علاج المايالجيا كانالجيسك، لانه بيقدر يعمل انهيباشن لكيميكال ميدياتورز في الجسم زي اليوكوتراينز. كمان عرفنا كومبوننتس تانية في الاويل زي الليمونين الموجود بنسبة 28% والسابين بنسبة 9%، والبيتا سايمين هو اللي ليه دور مهم جدا في تخفيف الالم عند مريض المايالجيا، كمان ليه انتي انفلاماتوري اكشن. هسيبكم مع دينا هتكلمكم عن التوعية عن الفاكسين. هنيجي لجزء الفاكسينيشن اويرنس. هو فيري سيمبل وسيف وافكتيف فاكسين. طيب هو ليه سيمبل؟ علشان احنا بنستخدم الكيلد او الويكند فورمز بتاعه الفيروس نفسه، وبعدين الاميونيتي سيستم هو نفسه اللي بيعمل كرييشن للانتي بوديز علشان تهاجم الكوفيد 19. طيب هو ليه سيف؟ علشان بيتم بمراحل كتير قوي، بيخش في فيزز كتير قوي وترايلز كتير عقبال ما يبقى لايسنسد فاكسين، وبيبقى ليست ريسك. طيب زي ايه؟ في سكسسفل فاكسينز كتيره جدا جدا زي الكوليرا والدفتيريا والهيباتايتس بي والانفلونزا والبوليو فيروس. طبعا كل الحاجات دي كلها الفاكسينز سكسسفل وليست ريسك وذا موست بنفيت. طيب ليه كل الناس لازم تاخد الفاكسين، سواء اللي جاله كوفيد 19 او اللي ما جالوش كوفيد 19؟ الاثنين لازم يبقوا فاكسينيتد علشان نقلل من السبريدنج بتاع كوفيد 19، بلس نقلل الريسك لو حد اتصاب بكوفيد 19
بيبقى السيمتومز اقل سيفيرتي بكتير عن الانفاكسينيتد بيبل. ولحد هنا رحلتنا معاكم انتهت، واتمنى تكونوا انبسطتوا معانا، واتمنى الشغل بتاعنا يكون عجبكم.